مرحبا بكم مرة أخرى في إتيكيت. نرحب بضيفتنا كالعادة عزيزة بوسن الخبيرة في البروتوكول والإتيكيت. يعيشك مرحبا. لاباس سافا؟ الحمد لله. محليك في السومون سافا لي كولور مزيانين برشا. يعيشك. حتى في اللبسة جوبونس زاد فما إتيكيت. تمشي لدار دي كوليك يلزمك لبسة معينة، مطار يلزمك لبسة معينة، أونتروتيان لبسة معينة. كل شيء إتيكيت. كل شيء إتيكيت. هو سي سواني لي بتي ديتاي اللي يعملوا منك اللي ولا بلوتو اللي خرجوا منك لا ميور فيرسيون تاعك انت. دونك اليوم موضوعنا اليوم بيسك البارح قعدنا نحكيو على لي انفيتاسيون والدعوات. دونك اليوم باش نحكيو على حكينا على التسليم البارح. ساعه لساعه العبد يوحل. ترى انا نجي نسلم على انسان ومعايا عبد باش نعرفه ونقول له فلان ولا فلانه معايا، فما ناس تنسى يقول لك احقرني ما خلي ما عرفش بيا. ساعات فما حاجات يصيروا تو انت يكون توضحهم لي باش تجي تعرف زوز على بعضهم. ساعات الانسان هذاك تعرفه اما يغيب عليك الاسم. بالحق تصير سورتو للناس اللي عندهم بوكو دو كونتاكت في خدمتهم. دونك نحكيو اليوم على البريزونتاسيون. هو سي اون تري غراند ريسبونسابيليتي باش معناها باش تقدم انسان واحد اخر. كيفاش باش تقدمو انت؟ شنو هو يحب يسمع منك انك تعرف عليه؟ سا سي تري امبورطون. ديجا احنا اول ما يدخل الانسان باش نقدموه المجموعه تبدا صغيره. سي فوزابل معناها تقدم تقول له فلان هذايا فلان. ديجا فما ان اوردر زايده. فما في السوسيال نحكيو على السوسيال خير، خاطر في البيزنس وديبلوماتيك تولي كيف العادة ان ستاتيو وان غراد وكل شيء. نحكيو في العادي. في العادي ديما نقدموا الصغير نقدموه للكبير. علاش؟ خاطر انا باش نقول لبابا باش نقول له باغ اكزومبل باش نقدم له صاحبتي نقول له بابا هيا صاحبتي. مش باش نقول صاحبتي اجا نوريك بابا. معناها ديما العبد الكبير عنده قدر اكبر من العبد الصغير. بحفظ المقامات. بحفظ المقامات بالضبط. وشنو اخر؟ اما كيف تبدا ان جروب كبير دونك انت باش تقدم العبد سي با معناها سي معناها ما نجمش نكون هو لو سونتر لو سول فوالا باش ما نحرجوش. كيفاش نعمل؟ دونك شنو باش يصير هو كيبدا ان غران نومبر؟ باش يصير اون ديغي دي بتي جروب سورتو كي تبدا حاجه هكا اميكال وكونفيفيال وكل. دونك انت شنو اللي باش تعمل؟ باش تحطو هو et tu l'affectes le groupe et les petites choses les pensées intérieures ou les centres d'intérêt intérieurs ils chabouent le choix ils font table voilà. Sinon il y a qu'un petit par exemple à la dernière minute un petit je te demande ou tu allies ou tu écoutes le bébé doc donc je te reviens un petit pour mais je te parle bébé l'invité lui ou la jette téléphone ou la haja. Donc comment il va faire pour s'introduire? هو يقعد ان تو بتي بو على كار يشوف اذا كان فما عباد معناها يعرفهم يمشي الى انتيغر لو جروب هذاك الى سي دو موان دانتيغري. وفيها زاده تكنيك راهو هاني جايتها. سينو يغزر ا بو بري شكون اللي يحسوا هكا عنده سيغتين افينيتي معاه ويمشي يقف على كار شويه يستناهم. اذا كان هما قاعدين يحكيو احنا عندنا غلطه كبيره برشا هي ان ندخلوا في الديسكوسيون قبل ما نعرفوا على رواحنا ساعات. الوغ كو سي با فوزابل. لازمك انت تعرف بروحك باش تعرفوك انت شنو باش يعرفوا انت كيفاش الريفيرونسيال نتاعك نتاع التفكير. برد السؤال ساعات باغ اكزومبل مثلا الناس اللي يخدموا في لي كونفيرونس يخدموا في لي ميتينغ يبداو تيم بولدينغ اللي باغ اكزومبل يصيروا يبداو جروبات باش يعرفوا على بعضهم. يقول لك العبد هذاك انا نعرفه مليح بالوجه لكن نسيت اسمه. قلت مالغري كل يوم تقابل انا وياه راهو فما عباد باغفوا في الميموار نتاعهم عباد يتقابلوا معاهم كل يوم يشربوا القهوي ونعرفك ونحبك مي الاسم ننساه. كي تجي في مناسبه باش نعرفك ننسى الاسم شنو نعملوا هنا؟ مشكله هي احسن حاجه تعملها انت حس روحك سبونتاني امشي له كم سي انت عمرك ما تعرفه قل له عسلامه اين فلانه سورتو في الموند نتاع البيزنس باغ اكزومبل انا نعرفك ونجي نقول لك عزيزه بوسن كونسلتانت اون ايتيكيت او بروتوكول انت اوتوماتيكمون كي تسمعني انا قلت لك انت تو تو بريزونت انكور اون فوا وساي انا لقيت الحل. لي اما بارفوا تجي انا امبروفيز تبدا قاعده انا وياك وباش يجي انسان هكا عرضنا باغ كوسيدونس عسلامه جو تو بريزونت الاسم يذيع
وتصير برشا تصير للأسف ما تصير. سامحني تقول سامحني سيدي ذكرني بالاسم الكريم راني هلايمات جديد بالك فما عبيت الماي يقابل عبيت ينسيه اللي تخاف للإنسان الآخر يقول لك كيفاش نسيني ومش عاطيني قيمة أخكو هي فما أستوس زيدة صغيرة نجم نرجعو لها أول ما تتعرف على عبد هي أستوس يعملها كان سيدنا صلى الله عليه وسلم شقول يقول لك وقت اللي تتعرف على عبد قول اسمه ثلاثة مرات باي اكزومبل أنا باش تعرف عليك نقول لك عسلمة إيمان شنو حوالك إيمان شنو اللي تعمل في الدنيا يا إيمان ثلاث فوا باش نحفظ اون فوا ثلاث فوا عملتها سي حفظت حفظت الاسم نورمالمون تقعد غرافيها تو جامي يصير خاطر يصير احراج دونك قلت من اول اهم الاتيكيت انه الانسان يعرف باللي معاه والا قبل ما يدخل في ديسكسيون يعرف بروحه باغ اكزومبل كيما قلنا في فوار في معارض في مهما كان في فروحات في عرس نعرف بروحي وندخل نحكي شنو الحاجات ايفيتي اللي ما يلزمنيش نقولوهم ولا ما يلزمنيش مثلا نقولوا بكري ياسر ان نحكيوا عليهم كي نبداو في الميليو سوسيال يفو ايفيتي انك تقول اسمك ولقبك وبعدها الفونكسيون لازمك انت تعرف روحك بحاجات بلوس معناها بلو بيرسونيل كو الخدمه خاطر انت ابري تو مش خدمتك هي اللي عامله منك سو كو تشوي تقدم حاجة إيموشنيل ولا حاجة وإلا أنت تعرف معناها كي تدخل في وسط العبيد وهما يعرفوا نفس العبيد تقول لهم باكزومبل ولا أنا صاحبة فلينة ولا ريتك فك الإيفينمون تيل ولا حاجة نجمو ندخلوا في جروب كيف ما قلت حسب الانتماءات عاسلمة أنا إيمان الشيحي مغرومة بالموزيكا كنت نسمع دونك مش حلو إن باكزومبل إيفيتي زادة يمكن زادة الريجيوناليسم أنا فلين لفليني من البلاصه الفلانيه والا عادي من الانتماء مثلا في جروب نلقاو مثلا جو سي باس فيقسي عاصم مرحبا بي من شيحي راني صفاقسية والا ولد خالتي ولا ولد امي ولا ما يعيش في صفاقس والا حاجه معناها نجموا نميلوا الى الانتماءات هذوما تنجم على خاطر فما ان ريجيوناليزم بوزيتيف انا جو ترو اللي هو معناها واحد يحب البلاصه نتاعو دونك يسو بريزونت المهم واش انا نخدم فلان والا انا فلان فلان نخلص قضيه والا بربي انا فلان الفلاني كرهبتي نوع على فلاني دونك هذه كله معناها تباهي وكما نقولوا مش باهي في الاتيكيت معناها بالتونسي يقولوا كلمه اخرى دوكا نشكرك جدا عزيزه بوسنت خبيره الاتيكيت والبروتوكول حلو برشا الموضوع اللي تحكي فيه لانه مالوغوزمون فما عباد ينجموا يوحلوا في لي بياج هذوما وضروري احنا نتعلموهم خاطر وقت اللي نتيحوا بدي بروفيسيونيل والا في مناسبات ما اهم يقعدوا العباد يلاحظوا علينا وينجم يعطي انتباه خاطئ علينا يخلينا يمكن بعد في متاهات متواصلين معكم في النسمة لايف شوية اخر زادة باش نكملوا نرجعوا للشيف ايمن البوغاني نتبعوا دبارة اليوم.